بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في عمدة العقائد للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقفنا عند مسألة أفعال العباد، وقبلها الاستطاعة في صفحة 24 من المتن. طبعا مسألة الاستطاعة وأفعال العباد مسألة واحدة، يعني أو مسألتان مرتبطتان ببعضهما. فنبدأ بالاستطاعة كما بدأ المؤلف، يقول: الاستطاعة مقارنة للفعل. هذه أول مسألة، هل الاستطاعة بمعنى القدرة التي عند العبد، هل هذه القدرة مقارنة للفعل، يعني تكون مع الفعل في نفس وقت الفعل، أم تسبق الفعل، تكون متقدمة سابقة على الفعل؟ طبعا عند المعتزلة قدرة العبد أو استطاعة العبد سابقة على الفعل. لماذا المعتزلة يقولون بهذا؟ لأنهم يرون العبد خالقا لأفعاله، فإذا العبد هو يخلق أفعاله، كيف يخلق أفعاله؟ بقدرة. إذن هذه القدرة لابد أن تكون قبل الفعل حتى يمكن أن تكون، يعني هي السبب، هي العلة لوجود الفعل، مدام هي المؤثرة، هي الخالق، أو العبد خالق بها، إذن هي العلة. نعم، فلابد أن تسبق حتى يستطيع العبد أن يعني يستعملها في إيجاد الفعل. لذلك عند المعتزلة استطاعة العبد سابقة على الفعل، هم يعني لابد أن يقولوا بهذا لقولهم بأن العبد خالق لأفعاله. أما عند أهل السنة فالعبد ليس خالقا لأفعاله، بل الخالق لأفعال العباد هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد لا يخلق أفعاله، إذن هل عندنا حاجة لأن نقول بأن قدرة العبد، استطاعة العبد سابقة على فعله؟ ليس عندنا حاجة لهذا. لكننا لسنا جبرية أيضا. الجبرية هم ينفون وجود قدرة للعبد، العبد مجبور، ليس له لا إرادة ولا قدرة. فنحن لسنا معتزلة، لسنا قدرية لنقول بأن هناك قدرة قبل الفعل حتى العبد يستعمل هذه القدرة فيخلق فعله، لا نقول بهذا. وفي الطرف الآخر لسنا جبرية حتى ننفي قدرة العبد من أصلها، فلذلك نريد أن نثبت قدرة للعبد، ولكن لسنا بحاجة أن نثبتها قبل الفعل، فنثبتها مع الفعل. نعم، طبعا هذا يعني منشأ المسألة. هناك أدلة بعد ذلك تفصيلية ستأتي معنا الآن. يقول: الاستطاعة مقارنة للفعل لأنها لو تقدمت لاستحال وجودها عنده، لأنها عرض لا يبقى. الاستطاعة أو القدرة هي عرض من الأعراض، صفات العبد كلها أعراض، يعني علمنا، حياتنا، قدرتنا، هذه أعراض قائمة بذواتنا. فهذه الاستطاعة القدرة هي قوة في أبداننا، قوة في أجسامنا، فهذه القوة هي عرض. وعند المتكلمين المتقدمين وعند كثير من المتأخرين أيضا، يعني المتأخرين عندهم خلاف، ولكن عند المتقدمين جميعا تقريبا وعند كثير من المتأخرين العرض لا يبقى زمانين، ونحن ناقشنا هذه المسألة فيما سبق في هذا الكتاب. العرض لا يبقى زمانين. فالآن لو كان مثلا في هذه النقطة فعل العبد، لو كانت قدرة العبد قبله، إذن هذه القدرة وجدت قبل فعل العبد وهي لا تبقى زمانين فتنعدم، ثم توجد قدرة مثلها في العبد ثم تنعدم لأنها لا توجد إلا في زمن واحد، ثم توجد قدرة ثالثة وتنعدم ورابعة وخامسة حتى تأتي قدرة مع الفعل، تكون هناك قدرة مقارنة للفعل.
فهذه القدرة المقارنة للفعل أنا أحتاج إليها لماذا؟ حتى أنفي الجبر عن العبد. طيب ما سبقها من قدرات وجدت وانعدمت، وجدت وانعدمت، ما الحاجة إليها؟ لا فائدة منها، فلسنا نثبتها إذن. نعم. فلذلك يقول لو تقدمت هذه القدرة الاستطاعة على فعل العبد لاستحال وجودها هي عند الفعل، يوجد أخرى عند الفعل ليس هي. فالأولى إذن لا فائدة منها لأنها قدرة وجدت وانعدمت ولم تتعلق بفعل من أفعال العبد. يعني أنا أريد أحرك يدي الآن، فالقدرة التي في يدي لأحرك يدي لو كانت موجودة من 10 دقائق هي ليست قدرة واحدة حسب رأي المتقدمين من المتكلمين، لأن القدرة لا تبقى 10 دقائق، العرض لا يبقى زمانه. إذن هناك قوة في يدي لحركة اليد قبل 10 دقائق انعدمت، ثم قوة أخرى انعدمت، ثم قوة أخرى انعدمت، ثم قوة انعدمت، ثم 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 حتى يأتي الآن قدرة أحرك بها يدي. فهذه القدرة الأخيرة تعلقت بالفعل فهي مفيدة تنفي الجبر عن العبد، لكن ما قبلها من 20 قدرة مثلا، 30 قدرة، 50 قدرة وجدت وانعدمت بلا تعلق بفعل من الأفعال، فلم يكن لها أي فائدة، فلماذا نثبتها إذن؟ لكن المعتزلة يقولون بها كما قلنا لأنهم يريدون أن يقولوا العبد يخلق بها، فلا بد تكون موجودة عندي حتى أخلق بها. نعم. يعني لا يوجد قوة بالقوة، بالقوة هو مثلا الفعل بالقوة، الحركة بالقوة. نعم. يعني يدي متحركة الآن بالفعل، وعندما تسكن هي متحركة بالقوة، يعني مثلا عندي إمكانية لتحريك يدي. نعم. أما إذا قلنا قوة بالقوة يعني يدك صالحة لأن يخلق فيها تلك القوة، تمام، لكن هذا ليس محل النزاع. يد الإنسان صالحة أن يخلق فيها تلك القوة، لكن بحثنا هل فيها قوة أو لا، سنأتي على هذا. نعم. طيب الآن عند المتأخرين أو عند جماعة من عند كثير من المتأخرين يقولون العرض يمكن أن يبقى زمانه، يعني كما قلت لكم عند المتأخرين خلاف في المسألة، فعند فريق كثير أيضا من المتأخرين يقولون العرض قد يبقى زمانه، يمكن أن يبقى زمانه. إذن هل هناك مانع عند هؤلاء أن نقول أنه عندي قوة في يدي، عندي استطاعة، عندي قدرة لتحريك اليد قبل الفعل وتستمر إلى الفعل، فتكون قبل الفعل وتكون مقارنة للفعل، فهي قبل الفعل في ابتداء وجودها وهي تستمر وتحصل مع الفعل، تكون مع الفعل أيضا، هل هناك مانع من هذا عند المتأخرين أو عند جماعة من المتأخرين؟ لا مانع من هذا، ولكن يقولون لم يقم لنا دليل على سبقها للفعل، قام لنا دليل على وجودها مع الفعل. ما هو الدليل؟ أن العبد مختار وليس مجبورا. فيقول متأخرون أو جماعة من المتأخرين عندنا دليل أن هذه القدرة موجودة مع الفعل بسبب أن النصوص نطقت بأن العبد مختار ومكلف بقدرته ليس مجبورا، فإذا قام الدليل على وجود قدرة للعبد عند فعله. طيب هل يمكن تكون نفس هذه القدرة التي عند الفعل تكون موجودة من قبل وتستمر؟ عندهم يجوز، عند جماعة من المتأخرين نفس القدرة تستمر يجوز عندهم، لكن يقولون ما قام عندنا دليل لوجودها قبل الفعل، يمكن عقلا ولكن ما قام عندهم دليل. عرفتم؟ فإذا لو أريد ألخص المسألة، عند المعتزلة لابد أن تكون القدرة قبل الفعل حتى يمكن أن يخلق العبد بها. عند أهل السنة لا نحتاج إلى هذا لأننا لا نقول بأن العبد يخلق أفعاله،
لكننا لسنا جبرية، فنحتاج أن نقول بوجود قدرة مع الفعل. هذا عند أهل السنة جميعا، محتاجين أن نقول وجود قدرة للعبد مع الفعل حتى ننفي الجبر. طيب، أثبتنا قدرة مع الفعل، هذه القدرة التي مع الفعل هل تبدأ مع الفعل أو تسبقه وتستمر معه؟ هنا خلاف داخل أهل السنة، أو ليس خلاف، يعني احتمالان عند أهل السنة. الاحتمال الأول وهو قول المتقدمين من المتكلمين وجماعة من المتأخرين، يقولون قام الدليل على وجودها عند الفعل، وقام الدليل على إبطال وجودها قبل الفعل، لأن العرض لا يستمر زماني. فأنا عندي دليل أنها موجودة مع الفعل، ولا أستطيع أجعلها قبل وتستمر، لأن العرض لا يستمر. فهؤلاء يقولون هي فقط عند الفعل. المتأخرين أو جماعة من المتأخرين يقولون قام الدليل على وجودها عند الفعل، ويمكن عقلا نفس هذه القدرة الموجودة عند الفعل تكون موجودة قبله وتستمر، يمكن، ولكن يقولون لم يقم دليل على هذا، يبقى محتمل عندهم، ولكن لم يقم دليل. فيقولون قام الدليل على وجودها عند الفعل فنقول به. يمكن تكون سابقة عن الفعل وتستمر إلى الفعل، يمكن، ولكن لم يقم دليل عندهم على ذلك. نعم. نعم نعم طبعا نعم، عند المتقدمين لا يجوز عقلا تكون قبل الفعل، لأنها لا يمكن عقلا تستمر. عند المتأخرين يمكن تكون قبل الفعل وتستمر، لكن هذا الممكن لم يقم دليل على وقوعه، فيقولون نحن نعلم أنها عند الفعل وقعت، لكن قبل الفعل تبقى في الإمكان، ولم يقم دليل على ذلك فلا يقولون به. طيب، يقول وقالت المعتزلة والكرامية سابقة لئلا يلزم تكليف العاجز. يقول المعتزلة والكرامية هذه القدرة الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل. لماذا؟ حتى لا نكون مكلفين ونحن عاجزون. لماذا؟ لأن الله كلفنا. هل الله كلفنا عند فعلنا أو قبل فعلنا؟ أكيد قبل فعلنا. يعني هل الله كلفنا بالفعل عندما نفعل؟ لا، كلفني قبل أن أفعل، فبناء على خطاب الشرع افعل أنا أقوم وأفعل، فالتكليف سابق على الفعل أكيد. وإلا لو كان التكليف عند الفعل لكان تحصيل حاصل، أصلا أنا أفعل يا رب فأنت تكلفني وأنا أفعل، هذا تحصيل حاصل، فأكيد التكليف سابق على الفعل. فإذا كان التكليف سابق على الفعل وليس لنا قدرة على الفعل قبل الفعل، إذن نحن مكلفون في وقت لا قدرة لنا. لاحظوا على اللوح الآن، إذا قلنا لاحظوا القدرة مع الفعل، تكون القدرة مع الفعل في نفس الوقت. طيب التكليف متى يكون؟ التكليف يكون هنا، هنا في هذه النقطة يكون التكليف، صحيح؟ قبل أن نفعل يكون في هذه النقطة التكليف. فالمعتزلة والكرامية يقولون إذا جاء التكليف هنا والقدرة تكون مع الفعل، إذن أنت في وقت التكليف أنت مكلف بفعل ليس لك قدرة عليه. القدرة هنا، أنت هنا مكلف بفعل، هذا الفعل ليس لك قدرة عليه حتى الآن. فإذا الله كلفك بأمر وليس لك قدرة أن تفعله. لذلك المعتزلة والكرامية قالوا هذه القدرة يجب أن نسحبها إلى زمن التكليف، يجب نأخذ هذه القدرة، نعم، ونجعلها تسبق الفعل إلى زمن التكليف، حتى في وقت التكليف يكون عندنا قدرة على الفعل. هذا مذهب الكرامية والمعتزلة، لكن نحن نقول لا حاجة لذلك. لماذا؟ لأن صحيح الله كلفني في هذا الوقت
وليس لي قدرة على الفعل حتى الآن، لكن عندي سلامة الآلات هنا، عندي هنا سلامة الآلات، وسلامة الآلات كافية لنفي العجز. كيف؟ إنه جرت العادة، أجرى الله العادة بأن الإنسان إذا كان عنده آلات سليمة وأراد أن يفعل، أن الله يخلق له قدرة على الفعل مباشرة. فمثلا أنا جالس وعندي آلات القيام، آلات الوقوف، والآلات سليمة بحمد الله تعالى، فأنا جالس، هل حتى الآن عندي قدرة على القيام؟ قدرة معنى القوة التي تسري في البدن ليقوم. وأنا جالس هكذا، هل عندي قدرة على القيام؟ حسب رأي أهل السنة لا، حتى الآن الله ما خلق لك قدرة على القيام. قدرة بمعنى قوة تسري في بدنك لتقوم. أنا جالس ما عندي هذه القدرة الآن، لكن عندي آلات سليمة، بمعنى أنه الآلات السليمة أجرى الله العادة، أنه إذا عندك آلات سليمة وأردت القيام، الآن أنا أريد القيام، الله مباشرة يخلق في جسمي هذه القوة للقيام، ويخلق في جسمي فعل القيام فأقوم. نعم. فالآن لو أنا جالس هكذا، الله كلفني بالقيام، لا أقول يا رب أنا كلفتني وأنا عاجز، صحيح ما عندي قدرة الآن للقيام، بمعنى القوة لم تحصل حتى الآن في جسمي، لكن عندي آلات سليمة، والآلات السليمة فقط تحتاج مني إلى إرادة. إذا أنا أردت القيام، الله يخلق عندي مباشرة بحكم العادة، يخلق عندي فعل القيام وقدرة على القيام معا. إذن لست عاجزا، لأن القدرة نعم غير حاصلة عندي الآن، ولكن أستطيع تحصيلها بإرادتي، إذا أردت أحصلها هذه القدرة. لكن لو كان إنسان عاجز، يعني بمعنى ليس عنده آلات سليمة، كالطفل الصغير مثلا، طفل عمره شهرين، نعم نائم مستلقي، نعم هذا ما عنده الآلات السليمة حتى الآن، الآلات ما زالت ضعيفة غير سليمة غير متكاملة للقيام، فكلفناه بالقيام حتى لو هو يريد القيام. طفل عمره مثلا 7 أشهر 6 أشهر، أحيانا طفل 6 أشهر يريد أن يقوم، نجده يتحرك يريد أن يقوم، لكن يعني بحكم العادة أيضا الله أجرى العادة، إنه ما دام الآلات غير سليمة فأنا لا أخلق لك قدرة في جسمك قوة سارية لتقوم، لأنه الآلات غير سليمة. أو إنسان عاجز مشلول، أصابه مرض كذا صار مشلولا، عنده إرادة للقيام، لكن الله لا يخلق في جسمه قوة، لماذا؟ لأنه الآلات غير سليمة. إذن متى يلزم تكليف العاجز؟ إن كان التكليف قبل سلامة الآلات، إن توجه التكليف إلى العبد قبل الآلات السليمة، هنا يلزم تكليف العاجز. نعم. في هذه النقطة، نعم. إن كان التكليف هنا، نعم هذا مشكلة، يلزم تكليف العاجز. لكن إن كان التكليف هنا في هذا، لا يلزم تكليف العاجز. صحيح في هذا في هذه اللحظة ليس عندي قدرة، ولكن عندي آلات سليمة، ف الآلات السليمة مع إرادتي كافية لتحصيل هذه القدرة. نعم. فالقدرة ليست عندك، ولكنك تستطيع أن تحصلها بإرادتك، إذن لست عاجزا. لذلك يقول: قلنا صحة التكليف تعتمد سلامة الأسباب والآلات. هذا هو صحة التكليف، يعني هل يكون تكليف العاجز أو تكليف غير العاجز، هذا يعتمد سلامة الأسباب والآلات. إذ العادة جرت أنه لو قصد الفعل، لو قصد العبد الفعل عند سلامة الآلات والأسباب لحصلت له القدرة. نعم. إذن يعني الذي يتحصل من هذا النقاش أن الاستطاعة لها معنيان، خلاصة المسألة أن الاستطاعة لها معنيان، الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات، فأنا أقول مثلا أنا قادر أن أمشي،
الآن وأنا في الدرس معكم أقول لكم أنا قادر أن أمشي، ما معنى هنا أنا قادر؟ نعم، إنه عندي آلات المشي وهي سليمة. فالاستطاعة بمعنى سلامة الآلات والأسباب سابقة على الفعل أكيد، وهي شرط التكليف. أنت سألت عن شرط التكليف، الاستطاعة بهذا المعنى هي شرط التكليف. فإن توجه التكليف إلى العبد مع وجود هذه الاستطاعة، يعني مع سلامة الأسباب والآلات، فهو من باب تكليف ما يطاق. إن توجه التكليف إلى العبد قبل هذه الاستطاعة، قبل الآلات السليمة، فهو من باب تكليف ما لا يطاق. إذن هذه الاستطاعة بالمعنى الأول، سلامة الأسباب والآلات، وهي شرط التكليف. ما معنى شرط التكليف؟ يعني هي الحد الذي يفصل بين تكليف ما يطاق وتكليف ما لا يطاق. نعم، الاستطاعة بالمعنى الثاني هي القوة السارية في الآلة. لاحظ، الأولى قلنا سلامة الآلة، الثاني هي القوة السارية في الآلة. هذه القوة السارية في الآلة، القوة التي تجري في الآلة للفعل، هذه الاستطاعة بهذا المعنى ليست سابقة على الفعل، بل هي مع الفعل، مقارنة للفعل، على التفصيل الذي شرحناه قبل قليل، إنه هي العرض لا يبقى زمانين، وهكذا على هذا التفصيل تكون مع الفعل. نعم، وهذه ليست شرط التكليف، ليست شرطا للتكليف، يعني لا نحتاج، لا نشترط أنه عند التكليف أن تكون حاصلة، لا نشترطها. لماذا؟ كما قلنا، لأن العادة جرت أن العبد إذا أراد الله يخلق له هذه الاستطاعة بهذا المعنى الثاني، بمعنى القوة السارية، فليست شرطا للتكليف، لأنك بيدك أنت تستطيع أن تحصلها. لكن سلامة الأسباب، هل أنا أستطيع أجعل الآلات سليمة؟ لا، هذا من الله، خلق الله، لا أستطيع أنا بنفسي أجعل الآلات سليمة، فهذا شرط للتكليف. أما القوة داخل البدن، هذا أستطيع أنا أن أحصله. كيف؟ فقط عليك أن تريد، إذا أردت الله يخلقه لك مباشرة. لكن هل أنا إذا أردت آلات سليمة الله يخلق لي آلات سليمة؟ لا، هذا خارج إرادة الإنسان. لذلك الأول خارج إرادة الإنسان هو شرط التكليف، لأنه ليس بيدك. لكن الثاني إرادتك لها مدخل فيه. القوة السارية في البدن هي بخلق الله أيضا، ولكن إرادتك لها مدخل فيه. كيف؟ أنت عليك أن تريد الله يخلق، وهذا بجري العادة، يعني الله تعالى تفضلا منه أجرى العادة بهذا النظام. وإلا ممكن أنا أريد القيام والله لا يخلق لي قدرة تسري في بدني للقيام، فأكون مجبور. لكن نظام العالم، الله أجرى العادة تفضلا منه أنه جعلنا مختارين وجعلنا قادرين، يعني قال إذا أنت تريد أنا سأخلق لك ما تريد. تريد قوة للقيام أعطيك قوة للقيام، تريد قوة للمشي أعطيك قوة للمشي، تريد قوة للجلوس أعطيك قوة للجلوس. ماذا أنت تريد يا عبد؟ أنا أخلق لك، الله تعالى يقول بالمعنى. يعني الآن هو مثلا إنسان يريد قيام ويسقط، إذن هناك إشكال في سلامة الآلات. الآن صار المشكلة في الأولى، وما والأولى هي شرط التكليف. فالآن يعني هو إنسان أراد القيام لكن الآلات لم تساعده فسقط، إذن هل هو مكلف الآن بالقيام؟ لا يكون مكلف. يعني مثلا الله كلفني أن أقوم في الصلاة، فالآلات سليمة، فعلي أنا ماذا؟ أن أريد أن القيام، فأنا أردت القيام، فالله يخلق في جسمي قيام فأقوم وأصلي، أنا مكلف بهذا. طيب إنسان آخر كان يظن من نفسه أنه يستطيع القيام وأراد القيام للصلاة فقام وقال الله أكبر ولكن سقط. إذن نفهم الآن
إنه الله ما خلق لك القوة السارية، لماذا ما خلقها؟ قلنا أجر الله العادة، إذا الآلات سليمة وأردت يخلق. طب أنا أردت لكن لم يخلق، إذن أين المشكلة؟ الآلات ليست سليمة، إذن هناك خلل في الآلة. طيب إذا هناك خلل في الآلة، قلنا سلامة الآلة هي شرط التكليف، إذن أنت الآن غير مكلف في القيام، فهذا يكون دليل أنه يصلي جالسا وليس عليك قيام. نعم. طيب، يقول على أن القدرة تصلح للضدين عند أبي حنيفة رضي الله عنه، هذا جواب آخر، أنهم يقولون المعتزلة أنه حتى لا نقع في مسألة تكليف العاجز، قال المعتزلة نقول بأن القدرة سابقة على الفعل. فأجاب هو أنه أصلا مسألة تكليف العاجز كذا مرتبطة بسلامة الآلات، ليس مرتبطة بالقدرة بمعنى القوة السارية في الآلة. ثم يجيب جواب آخر يقول على أن القدرة تصلح للضدين عند أبي حنيفة رضي الله عنه، فكان المباشر لضد المأمور به، لاحظوا المباشر لضد المأمور به، يعني الله أمرني بالقيام فأنا باشرت ضد القيام، يعني جلست مثلا، يقول فكان المباشر لي ضد المأمور به، ماذا كان؟ كان شاغلا للقدرة الصالحة لتحصيل المأمور به، كان شاغلا لهذه القدرة التي تصلح للضد، أنا شغلتها بغيره. نعم، أنا مأمور بالقيام والقدرة عند أبي حنيفة تصلح للضدين، يعني هذه القدرة تصلح للقيام وتصلح للجلوس، فأنا ماذا فعل؟ جلست، مأمور بالقيام ولكني جلست، إذن نفس القدرة التي تصلح للقيام أنا شغلتها عن القيام بالجلوس. نعم، هذا هو، فكان المباشر لضد المأمور به، الذي باشر الجلوس ضد القيام، الذي باشر الجلوس كان شاغلا للقدرة الصالحة لتحصيل المأمور به، القدرة الصالحة لتحصيل القيام، كان شاغلا لهذه القدرة بغيره، بغير المأمور به بالجلوس، فكان تكليف قادر. هذا يدخلني الآن على مسألة مهمة، نفس المسألة تقريبا، يعني التفصيل فقط. لاحظوا لو رجعنا هكذا، الآن هنا عندي سلامة الآلات وهنا عندي الفعل وعندي هنا التكليف، الله تعالى كلفنا بعد سلامة الآلات، يعني بعد البلوغ، بعد سلامة الآلات الله تعالى كلفنا بأفعال سنفعلها بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، حسب نوعية الفعل، بعد سنة الزكاة مثلا. نعم، فالله تبارك وتعالى إذن كلفنا بأفعال سنفعلها لاحقا. نعم، فالآن كما شرحنا هذه الاستطاعة بالمعنى الأول، سلامة الآلات والأسباب، هذه الاستطاعة بالمعنى الأول. نعم، الآن حصل أنا مكلف هنا، فالآن هنا يحصل للعبد إرادة أنه يريد أن يفعل بحسب التكليف، العبد فهم الخطاب من الشرع أنه أنت مكلف بكذا وكذا، فالعبد مثلا بعد نصف ساعة أراد أن يفعل، فعندما العبد يريد ماذا بعده مباشرة؟ الله يخلق له فعل ويخلق له قدرة على الفعل، لاحظوا الله يخلق له فعل ويخلق له قدرة على الفعل بعد إرادة العبد مباشرة، أنا أردت فالله يخلق في جسمي قدرة وفعل، هذه القدرة نسميها استطاعة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني،
نعم، هذه الاستطاعة بالمعنى الأول، هذه الاستطاعة بالمعنى الثاني. الآن كما شرحنا، هل يلزم تكليف العاجز بنفس الطريقة التي شرحناها؟ لا أريد أعيد هذا، ولكن الفكرة الآن أنه الآن بعدما أنا أردت أن أفعل، الله يخلق لي قدرة على الفعل، قدرة على الفعل فقط على هذا الفعل، أو قدرة على هذا الفعل وقدرة على ضده أيضا. عند الجمهور، الجمهور أقصد بهم داخل أهل السنة، نتكلم نقصد بهم الأشاعرة جميعا، وحتى عند جمهور الماتريدية، هذه ليست من مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في القدرة، أتكلم عند الجمهور من الأشاعرة، عند الجمهور بمعنى الأشاعرة جميعا وأكثر الماتريدية أيضا، يقولون القدرة على الفعل فقط هذا الفعل، يخلق الله لك قدرة على فعل على طرف واحد من الأفعال. يعني مثلا أنا أردت القيام، فالله يخلق لي قدرة على قيام ليس الجلوس، وفعل القيام لا يخلق لي قدرة على الجلوس. الآن أنا أردت الجلوس، مثلا أنا واقف الآن أريد الجلوس، فالله يخلق في جسمي حركة الجلوس مع قدرة على الجلوس، لا يخلق لي في هذه الساعة، في هذه اللحظة قدرة على الوقوف. نعم، قدرة على الفعل، نفس الفعل فقط، هذا عند الجمهور جميع الأشاعرة وأكثر الماتريدية، القدرة على الفعل فقط على الفعل بعينه. نعم، لكن عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة الله تعالى بعد إرادتك يخلق لك الفعل ويخلق لك قدرة على قدرة، كيف أكتب هنا مثلا، قدرة على الفعل وضده، هذا عند أبي حنيفة، أنه أنا أردت القيام، مثلا أنا مكلف هنا بالقيام، فأردت القيام، فالله يخلق لي فعل القيام، وفي مع فعل القيام الله يخلق لي قدرة على فعل القيام وعلى ضده، على فعل الجلوس، هذا عند أبي حنيفة. وبعض الماتريدية قليل جدا تابع الإمام أبي حنيفة على هذا، تمام؟ نعم، فالمؤلف يقول هذا جواب آخر، إنه أنتم قلتم هنا التكليف يكون بدون قدرة، إذن تكليف العاجز، نقول لا، التكليف مرتبط بسلامة الآلات، هذا جواب المؤلف، لأنه هو يعني مع الجمهور الذين يقولون القدرة على الفعل فقط، فالله ما أعطاني قدرة على الفعلين، لكن عندي سلامة الآلات للفعلين، سلامة الآلات صالحة للفعلين، قال هذا كافي لنفي تكليف العاجز، هذا جواب المؤلف الأول. ثم أعطى جواب آخر، قال على أن عند أبي حنيفة، أنه هناك جواب يأتي على مذهب أبي حنيفة، أنه أصلا هذه القدرة التي ستخلق لك بعد إرادتك أيضا ستكون صالحة للضدين، فأنت أيضا لست عاجزا، لا في الآلات أنت عاجز لأن الآلات صالحة للضدين، وبعد التكليف تأتيك إرادة، يعني أنت تريد، وبعد إرادتك الله يخلق لك عند أبي حنيفة قدرة على الفعلين، على الفعل وضده، فأنت ما زلت حتى هنا عندك احتمالا. نعم، هذا كما قلت عند أبي حنيفة خاصة، وتابعه بعض الحنفية قليل، ولكن الجمهور يقولون لست بحاجة لذلك. لماذا؟ لأنه أنا أردت ماذا؟ أحد الفعلين، هنا النقطة المهمة، عند الإرادة ليس عند القدرة، أنا أردت فعلا واحدا، الله كلفني مثلا بالقيام فأنا أردت القيام، أو الله كلفني بالقيام أردت الجلوس، يعني واحد مطيع واحد عاصي، الله كلفني بالقيام فأردت القيام، هذا مثال. إنسان آخر الله كلفه بالقيام فأراد الجلوس، إذن العبد كم يعني كم طرف أراد؟ طرفا واحدا، فما دام العبد أراد طرفا واحدا، الله يخلق له فعلا واحدا هو ذلك الطرف، وقدرة واحدة على ذلك الطرف، لأنه أنت أردت هذا، إذا أنت أردت ألف فالله يخلق لك قدرة على ألف وفعل ألف، إذا أردت باء الله يخلق لك قدرة على باء وفعل باء، لا يخلق لك قدرة للضدين، هذا رأي الجمهور.
إنه لا حاجة نثبت قدرة للضدين، لأن أصلاً الإرادة ستكون لطرف واحد. نعم، واضح هذا. ننتبه هنا إنه هذه يعني الكلام هنا في القدرة، لكن في مسألة الإرادة الخلاف، يوجد خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في القدرة. كما قلت، كل الأشاعرة وجمهور الماتريدية على أن الله يخلق قدرة على فعل واحد، لكن إذا جئنا للإرادة لا، الخلاف قوي هنا. نعم، فالآن سأشرح على الإرادة. نعم، وبعدها يعني نلم المسألة بصورة واحدة. نعم، الآن نأخذ على الإرادة كما قلت. الآن عندي هنا سلامة الآلات بنفس الطريقة، هنا عندي تكليف، بعد التكليف العبد أراد أن يفعل، فعندي هنا الآن إرادة، وبعد الإرادة هنا كما قلنا الله يخلق لي الفعل ألف وقدرة على ألف، ليس على الضدين، على رأي الجمهور سأمشي. نعم، لكن هذه الإرادة طبعا الفعل ألف وقدرة على ألف مخلوق من الله. الفعل ألف من يخلقه في جسمي؟ الله تعالى. القدرة على الفعل ألف من يخلقه في جسمي؟ الله تعالى. طيب أنا مجبور إذن، مدام هو خلق في جسمي ألف وهو الطاعة مثلا وقدرة على الطاعة، فلان آخر الله خلق له الفعل باء معصية وقدرة على المعصية، فواحد يقول نحن مجبورون، نقول لا، بسبب الإرادة. نعم، إنه متى الله خلق لك الطاعة والقدرة على الطاعة؟ بعد إرادتك. متى الله خلق لفلان المعصية وقدرة على المعصية؟ بعد إرادته للمعصية. فإذن هذا ليس جبرا، وإن كان مخلوق من الله صحيح، ولكن ليس جبرا، لأنه الله تعالى ما خلقه ابتداء، وإنما خلقه بعد إرادة منك. طيب، نأتي للإرادة، فمن خلق هذه الإرادة؟ هذه الإرادة من خلقها؟ نعم، هنا السؤال، من خلقها؟ حتى نجيب عن هذا، أولا لنقل هي إرادة ماذا؟ نعم، هل هي إرادة لألف أو إرادة لألف وباء تصلح للطرفين؟ نعم، فنقول من خلقها؟ أولا مذهب الأشاعرة يقولون هي إرادة ألف فقط، وخلقها الله تعالى، هي إرادة للفعل ألف وخلقها الله تعالى. لاحظوا، الله كلفني تكليف، بماذا التكليف؟ مثلا بالفعل ألف، يعني القيام مثلا في الصلاة. نعم، حركة الصلاة بشكل عام، ليس القيام فقط، حركات الصلاة مثلا. فلاحظوا، عندي آلات سليمة، جاءني تكليف بالفعل ألف لنفرض هو حركة الصلاة. عند الأشاعرة الآن بعد التكليف الله يخلق في قلبي إرادة لحركة الصلاة، توجه في قلبي أن أصلي، مخلوق من الله هذه الإرادة، خلقها الله تعالى، وبناء على هذه الإرادة الله الآن يقول ما دام عندك هذه الإرادة فأنا سأخلق لك قدرة على الصلاة وفعل الصلاة. والله يقول أنا لا أخلق لك حركة الصلاة ابتداء لتكون مجبورا، لو خلقت في جسمك ابتداء حركة الصلاة، يعني أنا جالس دون أن أشعر أجد نفسي وقفت وبدأت أصلي، هذا ابتداء، هذا مجبور، هذا هو الجبرية، الريشة في مهب الريح،
الريشة كانت ساكنة، جاءت الرياح فجأة إذا هي متحركة. كذلك العبد كان جالسا فجأة فإذا هو يقوم ويبدأ يصلي، هذا جبر محض يسمونه، هذا الجبر المحض. فهنا ليس كذلك مذهب الأشاعرة، فقالوا أنت مكلف بالصلاة بفعل ألف، لأن الله خلق في قلبك، عند الأشاعرة الله خلق في قلبك إرادة ألف، يعني إرادة للصلاة، وصار في قلبي إرادة للصلاة. فالآن بعد ذلك، هذه مخلوقة من الله، سنناقش هذا، ولكن بعده الآن سأجد أن الله بعد الإرادة ماذا سيفعل؟ سيخلق عندي قدرة على الصلاة وفعل الصلاة. هل سأتفاجأ أنه لماذا أنا أقوم أصلي؟ لا، لأنه قبل قليل وجدت إرادة في قلبي، لن أتفاجأ أنه أنا كنت جالس فجأة قمت للصلاة، لست مجبور، لأنه أنا أرى يعني أو أشعر في قلبي إرادة. لاحظ هذا ينفي الجبر المحض، ولكنه في النهاية يبقى فيه شيء من الجبر، لأن نقول مثلا الله لم يخلق لك القدرة على الصلاة وفعل الصلاة مباشرة، لم يجبرك على ذلك. نعم، لماذا الله خلق لك فعل الصلاة؟ لأنك أردت، إذن لست مجبور. ولكن لماذا أنا أردت؟ مخلوق من الله، الإرادة، يعني توجه القلب إلى هذا الطرف مخلوق من الله، إذن أجبرني ولكن بطريقة غير مباشرة. ما أجبرني على الفعل مباشرة؟ قال أنا أخلق لك الفعل بحسب إرادتك أنت يا عبد، لكن الإرادة مخلوقة من الله. هذا يسمونه الجبر المتوسط، يعني الجبر بواسطة. ما أجبرك على الفعل مباشرة؟ بواسطة الإرادة خلق لك الفعل، لكن أنت مجبور على الإرادة. تمام حتى لا؟ نعم. تمام، هذا نحن نشرح المذهبين، سأشرح المذهب الآخر بعد قليل. هذا مذهب الأشاعرة المتأخرين، حتى أكون أكثر دقة، الأشاعرة المتأخرين. لا فقط قدرة على ألف، إرادة لألف، قدرة على ألف. تمام، يعني نحن نقرر مذهب الآن، لا نحل مشكلة الجبر. نعم، مشكلة الجبر سنقولها بالمذهب الآخر. نعم، نقرر ماذا يقول هؤلاء، نريد نفهم المذهب. طيب، إذن الآن هذا مذهب الأشاعرة المتأخرين، لما قلت من خلق هذه الإرادة. لكن عند الماتريدية وأيضا بعض المتقدمين من الأشاعرة، عند الماتريدية جميعا وبعض المتقدمين من الأشاعرة مثل الإمام الباقلاني، مثل أبو إسحاق الإسفرايني، مثل إمام الحرمين، نعم، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل، ولكن في المجمل يقتربون من الماتريدية كثيرا، يقولون الإرادة المخلوقة من الله هي إرادة صالحة لألف وباء. نعم، الله خلق في قلبك إرادة، لكن ما خلق في قلبك إرادة للصلاة، خلق في قلبك إرادة تصلح للصلاة وتصلح لعدم الصلاة، تصلح للقيام وتصلح للجلوس. فالذي خلقه الله في قلب العبد، نعم، إرادة مخلوقة من الله، ولكن ليست لهذا الطرف خاصة، تصلح للطرفين. نعم، الآن العبد هو يعلقها، نعم، والعبد يعلقها بأحد الطرفين، فتصبح الآن إرادة ألف، هذه إرادة ألف غير مخلوقة من الله، غير مخلوقة من الله. لماذا؟
لأن الله خلق في قلب الإنسان إرادة تصلح لألف تصلح لباء. جئت أنا كعبد ربطتها بألف فقط، ما ربطتها بباء، هي صالحة للطرفين، أنا ربطتها يعني علقتها بألف، هل الآن إرادة ألف مخلوقة من الله؟ لا، هي الإرادة التي هي لألف وباء مخلوقة من الله. إرادة ألف فقط، إرادة ألف هذا أمر اعتباري، لا هو مخلوق من الله ولا مخلوق من العبد، لأنه عبارة عن نسبة هذه الإرادة التي تصلح للطرفين، نسبتها فقط لأحد الطرفين، هذه نسبة ذهنية، أمر اعتبار كسائر الأمور الاعتبارية. نعم. فعند إذن الماتريدية إنه الله نعم خلق بعد التكليف، انظروا أنا مكلف بالفعل ألف، فالله خلق في قلبي إرادة ولكن ليس لألف، خلق في قلبي إرادة تصلح لألف وتصلح لباء، فأنا لست مجبور، إرادة تصلح لألف تصلح لباء، أنا مكلف بماذا؟ فقط بألف. الله خلق في قلبي عند الماتريدية إرادة تصلح لألف تصلح لباء، نعم، فلست مجبور حتى الآن. أنا الآن ربطت هذه الإرادة فقط بألف، وهذا أمر اعتباري، بناء على هذا الأمر الاعتباري وهو ليس مخلوق من الله، هو إرادة لألف أصبح، إذن الله يخلق لي قدرة على ألف وفعل ألف. لو إنسان آخر الله كلفه بألف والله خلق له إرادة تصلح لألف تصلح لباء، فهذا العبد صرف الإرادة إلى باء، وجه إرادته إلى باء، فصار اسمها إرادة باء غير مخلوقة من الله. نعم. الله ماذا سيخلق له بناء على إرادة باء؟ سيخلق له الفعل باء المعصية وقدرة على باء على المعصية. لماذا يا رب خلقت لي المعصية وأعطيتني قدرة على المعصية؟ لأنك أنت صرفت الإرادة التي تصلح للطاعة والمعصية، صرفتها أنت إلى المعصية، فإذا أنت يا عبد صرفتها إلى المعصية، الله يقول سأخلق لك قدرة على المعصية وفعل المعصية. إذا أنت صرفت الإرادة التي أعطيتك إياها وأعطيتك إرادة للطرفين، إذا صرفتها للطاعة سأخلق لك قدرة على الطاعة وفعل الطاعة، إذا صرفتها للمعصية سأخلق لك قدرة على المعصية وفعل المعصية. هذا مذهب الماتريدية ومذهب عدد من قدماء الأشاعرة، وهذا المذهب الذي يحل مشكلة الجبر تمام. نعم. مذهب الأشاعرة المتأخرين هم يقولون، يعني هم ليس نحن نلزمهم، هم يقولون بصراحة، يقولون هذا فيه جبر ولكنه جبر متوسط يسمونه أو بواسطة. نعم. ويرون الذي يعارض التكليف هو الجبر المحض الذي يبطل التكليف، وفعلا هو حقيقة الذي يبطل التكليف، يعني يجعل التكليف خيال، يجعل الأمر والنهي الشريعة خيال ليس لها معنى، هو الجبر المحض. لكن الجبر بواسطة لا يبطل التكليف، ولكن يكون هناك صعوبة في تفسير التكليف للناس. لذلك مذهب الماتريدية هو الأيسر والأوضح لحل هذه المشكلة عند الناس، مشكلة الجبر والاختيار. ولذلك بعض المعاصرين من الأشاعرة يختارون مذهب الماتريدية في المسألة، بعض المعاصرين من الأشاعرة مثل الشيخ البوطي مثلا في كتاب الإنسان مسير أم مخير أخذ بمذهب الماتريدية، نعم، وقال في الكتاب أنه أصلا الخلاف في المسألة لفظي، ولكن الخلاف ليس لفظي حقيقة، هو جعل الخلاف بين المذهبين لفظي. إذا قصد بين الماتريدية وقدماء الأشاعرة نعم الخلاف لفظ، نعم، لأنه يعني كلام الباقلاني مثلا وكلام الماتريدية الألفاظ مختلفة ولكن نفس النتيجة، نعم الخلاف لفظي. لكن الشيخ البوطي يعني جعل كأنه كل الخلاف بين الماتريدية وكل الأشاعرة لفظي، لكن الأمر ليس كذلك حقيقة. على كل حال بغض النظر عن هذه الجزئية، محل الشاهد أن الشيخ البوطي وهو من الأشاعرة ولكن يعني اختار مذهب الماتريدية وقدماء الأشاعر ومشى عليه، لأنه هو الذي يحل المشكلة فعلا، مشكلة الجبر أمام الناس. نعم. الذي يقول بالجبر المتوسط عليه أن يحل يعني أو يفسر للناس
كيف يعني مع كوننا مجبورين جبرا متوسطا يعني جبر بالواسطة كيف يبقى التكليف تكليفا صحيحا؟ هنا الصعوبة تصبح. نعم يمكن ولكن بصعوبة، يعني فيه صعوبة أنك تجعل أن التكليف تكليف حقيقي مع كوننا مجبورين، لكن حقيقة يعني مذهب الماتريدية هو الأسهل والأوضح والأيسر في ذلك، وليس فقط أسهل بمعنى السهولة، هو الأسهل وهو الذي أيضا يعني مع سهولته هو متوافق مع التحقيق العقلي. يعني أحيانا أنت تجد جواب سهل ولكن يكون فيه مشكلات عقلية، لكن هنا ليس فيه مشكلات عقلية. إرادة مخلوقة تمام تصلح للضدين، يأتي الآن العبد يصرفها إلى أحد الضدين، فهذا أمر اعتباري والأمور الاعتبارية موجودة في علم الكلام، يعني ما خالفوا أي قضية عقلية. فالمذهب مع سهولة يعني حله لمشكلة الجبر والاختيار لم يقع في إشكال عقلي، بل ما زال متوافقا مع التحقيق العقلي. نعم هذا ليس فيه إشكال، إنه مسألة يعني إنه كيف يترتب الثواب والعقاب على أمر اعتباري، إنه يعني أنا مكلف بماذا؟ مكلف هنا حقيقة مكلف بأن تصرف إرادتك إلى الطاعة أو المعصية، لأنك إذا صرفت إلى الطاعة الله سيخلق لك الطاعة، صرفت إلى المعصية الله سيخلق لك المعصية. يعني في النصوص الشرعية الله يرتب الثواب والعقاب على الفعل، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات مثلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فالثواب والعقاب مترتب على الفعل. نعم هو في الظاهر مترتب على الفعل، لكن الفعل لست أنا الذي أوجده، لست أنا الذي أخلقه، الخالق للفعل هو الله. إذن الثواب والعقاب ليس مترتب على الفعل حقيقة، لأن الفعل ليس أنا الذي اخترته، عفوا لست أنا الذي خلقته حتى أخذ ثواب على نفس، يعني على نفس حقيقة الفعل. نعم أنا ما أوجدت الفعل حتى أخذ ثواب عليه، ما أوجدت الفعل المعصية حتى أخذ عقاب عليه، لكن أنا كنت سببا في إيجاده. كيف؟ أنا اخترته، أنا اخترت الفعل الخير فالله خلق لي فعل الخير، اخترت فعل المعصية فالله خلق لي فعل المعصية. فالفعل مرتب الثواب عفوا الثواب العقاب مرتب على الفعل ليس على نفس الفعل حقيقة، على تسببك بوجود هذا الفعل. كيف أنا تسبب بوجود الفعل؟ بإرادتي. إذن حقيقة نحن مكلفون أو الثواب العقاب مرتب على منشأ الفعل، ومنشأ الفعل هو إرادتنا. طيب إرادتنا كما شرحنا عند الماتريدية أمر اعتباري، فيأتي الإشكال أو السؤال إنه هل يكون كل التكليف مبني على أمر اعتباري؟ نقول لا إشكال في هذا أبدا. سأجيب ولكن قبل أن أجيب، طيب نأتي لي يعني فقط نتوقف، سأجيب ولكن يعني سألزم جوابا إلزاميا أولا قبل الجواب التحقيقي. طيب على مذهب الأشاعرة المتأخرين نفس الإشكال بل أشد، أنه نحن الثواب والعقاب على ماذا مرتب؟ على الأفعال. طيب الأفعال بخلق الله، على إذن إرادتنا للأفعال، طيب إرادتنا أيضا بخلق الله، إذن الثواب والعقاب لم يرتب على شيء من العبد أبدا، على الأقل عند الماتريدية رتب على أمر اعتباري من العبد، وإن لم يكن وجوديا هو اعتباري ولكنه من العبد، لكن عند الأشاعرة لم يكن هناك شيء من العبد أصلا. إذن هذا كما يقولون في علم الكلام أحيانا يتوجه إشكال على مذهب فيقولون هذا مشترك الإلزام، في بعض الأجوبة في علم الكلام هذا مشترك الإلزام، يعني كما يتوجه هذا الإشكال علينا على مذهبنا يتوجه على مذهبكم، فلا يصح أن تحاولوا إبطال أو الرد على مذهب بإشكال يتوجه نفس الإشكال على مذهبكم أيضا، لأنه إما أن يكون إشكالا صحيحا فيبطل المذهبين جميعا،
أو يكون إشكال له جواب، فيكون له جواب على المذهبين جميعا. نعم، هنا فنقول إذن هذا الإشكال أولا مشترك الإلزام، يعني إن كان هذا إشكال فعلا لم يقم من العبد، لم يفعل العبد شيئا وجوديا، الذي فعله العبد أمر اعتباري، فكيف نرتب عليه ثواب وعقاب؟ أيضا عندكم الأشاعرة المتأخرين لم يفعل العبد شيئا وجوديا ولا حتى اعتباريا، كله مخلوق من الله، قدرة الإنسان مخلوق من الله، إرادة الإنسان مخلوقة، فعل الإنسان مخلوق. فالإلزام إن كان واردا علينا فهو وارد عليكم بل أشد. طيب كيف نجيب الآن جواب التحقيقي؟ نقول لا إشكال في ترتب الثواب والعقاب على أمر اعتباري، بل أصلا فكرة الأمور الاعتبارية لماذا وجدت؟ هي أمور ذهنية غير وجودية نعتبرها كأنها موجودة. لماذا؟ هي أمور عدمية فقط في الذهن، لماذا الذهن يعتبرها كأنها موجودة؟ ما الفائدة؟ لماذا؟ ليرتب عليها الأحكام، إنه يجد في الحياة نحتاج أحكام نحكم، ولكن لا أجد محل لهذه الأحكام، أحكم على ماذا؟ نعم، لا أجد شيء وجودي أضع عليه الحكم، نعم، يعني أسقط الحكم عليه، فأحتاج من ذهني أخرج بعض الأمور تكون اعتبارية يعني ذهنية فقط، وألصق الأحكام بها، أجعلها يعني منشأ للأحكام، أو يعني الأحكام تترتب عليها، يعني فكرة الأمور الاعتبارية هي هذه أصلا. فيأتي الإشكال أنه كيف ترتب حكم على أمر اعتباري؟ أصلا فكرة الأمور الاعتبارية جاءت لنرتب عليها أحكام، يعني هذا الإشكال هو يعني يطلب مني كأنني أن يعني أفرغ الأمور الاعتبارية من أهم خصائصهم، أهم خصائص الاعتبارية أننا نعتبرها كأنها موجودة لترتيب أحكام عليه. لأن مثلا الأب والابن، هذا إنسان هذا إنسان، نريد نرتب بينهم أحكام، نقول مثلا يجب على الأب النفقة، يجب على الابن البر والاحترام، طيب أين أرتب هذه الأحكام؟ على الأب أرتب نفقة، لماذا أرتب نفقة على الأب؟ لأنه إنسان، طيب هناك 1000 إنسان في المجتمع، لأنه اسمه أحمد هناك 500 أحمد في المجتمع، لماذا أرتب على هذا الإنسان النفقة للأبوة؟ نقول كونك أبا، صفة الأبوة التي عندك تجعلني أرتب عليك نفقة للولد. والأبوة ما هي؟ هي أمر ذهني، نسبة بين الأب وابنه. الابن أرتب عليه بر، لماذا أرتب على الابن بر لهذا الشخص؟ هناك آلاف الأولاد في المجتمع، اسمه زيد مثلا هناك 100 زيد، لونه مشابه له في لونه كذا، إذن للبنوة، لأنك كونك ابنا له عليك البر والاحترام. والبنوة صفة اعتبارية، الزوجية مثلا اعتبارية، ونقول يجب مثلا كذا ويجوز كذا ويحل كذا بين الزوجين ويجب كذا إلى آخره، كثير يعني فكرة أصلا الأمور الاعتبارية هي هذا. نعم نعم العبد عنده إرادة مخلوقة تصلح للطرفين، فالآن هو وجه الإرادة إلى ألف مثلا، هذا أمر اعتباري، توجه الإرادة إلى ألف هذا التعلق أمر اعتباري. لا 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 يخلق خلقا، لأنه غير موجود في العالم، غير موجود، يعني مثلا الآن الله يخلق في عيني بصر، نعم أنا أبصرك أنت، بصري بك، لأن لا نقول الله خلق في عيني بصر بك، الله خلق في عيني بصر، يصلح أن أبصرك، يصلح أن أبصر غيرك، نعم، لكن بصري بك هذا أمر اعتباري، نعم، يعني علاقة البصر المخلوق بك المخلوق،
علاقة بين مخلوقين، بصر بك، نعم، لكن هذه العلاقة ليست وجودية، ليست مخلوق، يعني الله لم يخلق في عيني بصر بك، خلق في عيني بصر. لا لا، الله يخلق الإرادة وجودية، الله يخلق في قلب الإنسان إرادة، صفة، يعني صفة تخصيص، صفة تخصص تختار، نعم، هذه مخلوقة، كما خلق في عيني بصر، هذا موجود، لكن هذا البصر بك، أصبح عندي بصر بك، هذا الاعتباري، كذلك عندي إرادة لي كذا، هذا اعتباري. الأفعال وجودية، يعني حركة في العالم، هذه موجودة الآن، يدي تتحرك، كما أنه يدي موجودة في العالم، الحركة الآن موجودة في العالم حقيقة. لأن إذا قلنا بأن العبد يخلق الفعل، هذا مذهب المعتزلة، هذا صار العبد خالقا مع الله، وهذا مخالف للعقل والنقل، وهذا سيأتي بعد قليل في المسألة الثانية، أنه مخالف للأدلة العقلية والأدلة النقلية، لا يصلح أن يكون العبد خالقا أصلا، نعم، لأمور وجودية، نعم. لا إشكال طبعا، هذا يعني الآن العبد عنده إرادة تصلح للطرفين، الآن العبد يصرفها إلى ألف أو يصرفها إلى باء، هذا له طبعا مؤثرات كثيرة من الحياة، من المجتمع، من الأب والأم، من البيئة، من الأصدقاء، من التعليم، من توفيق الله أو عدم توفيق الله له. طبعا يعني أنا لما أصرف إرادتي التي تصلح للضدين أصرفها فقط إلى ألف، هذا يتبع أسباب كثيرة، وهنا الامتحان، يعني لو الله أعطاك إرادة تصلح للضدين وقال لك أنت اختر بدون يعني تأثيرات، هذا سهل جدا، لكن هناك تأثيرات، إنه الأب يقول لك تختار ألف، الصديق يقول لك اختار باء، الله يرسل رسول يقول لك ألف أفضل، الشيطان يقول لك لا باء أحسن، نعم، المجتمع يزين لك باء، الأبوين مثلا أو المدرسة تقول لك لا ألف أحسن، هنا تأتي صعوبة الامتحان، نعم، للعبد، إنه هل يصرف إرادته الصالحة للضدين إلى ألف أو باء، هناك تأثيرات كثيرة على هنا وعلى هذا الطرف وعلى ذاك الطرف، فلذلك نقول بتوفيق الله أنا اخترت كذا، بإرشاد فلان كذا، هذا لا إشكال فيه، هذا يعني من المؤثرات، ولكن في النهاية الإرادة أنا الذي صرفت الإرادة هنا أو هنا. نعم. نعم، الآن الإرادة التي تصلح للطرفين نسميها إرادة كلية عند الماتريدية، وهي مخلوقة من الله. الإرادة التي تصلح فقط لطرف واحد، أو يعني كيف، الإرادة التي تصلح للطرفين إرادة كلية مخلوقة من الله، جيت أنا صرفت هذه الإرادة التي تصل للطرفين إلى الطرف ألف فقط، إرادتي لألف، هذا الأمر الاعتباري الذي قلنا، هذا إرادة جزئية نسمى، فذلك الماتريدي يقولون الإرادة الجزئية، نقول بالإرادة الجزئية، الإرادة الجزئية غير مخلوقة، هذا هو. طيب، يقول الآن فصل في أفعال العباد، يقول أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة الله تعالى. عفوا، قلت لكم الآن أريد فقط أكمل كلمة عن مذهب أبي حنيفة. إذن عند الماتريدية إرادة تصلح للطرفين، العبد الآن يعلقها بأحد الطرفين فتصبح عنده إرادة لألف، هذا اعتباري، ثم الله يخلق له الفعل ألف وقدرة على ألف، فقط على ألف، هذا قول الجمهور. نعم، بعدما أنت أردت ألف، هذه إرادة اعتبارية جزئية، الله يخلق لي الفعل ألف وقدرة على ألف فقط، نعم، ليس قدرة على الطرفين. أبو حنيفة ماذا قال قبل قليل؟ حتى القدرة تكون على الطرفين، يعني كما الإرادة تصلح للطرفين القدرة أيضا تصلح للطرفين، لكن قلنا لا حاجة لهذا،
لأنه في النهاية أنا أردت طرف واحد، فسواء الله خلق لي قدرة لهذا الطرف أو قدرة للطرفين، في النهاية أنا أردت طرف واحد، فلسنا بحاجة كما قلت لقول أبي حنيفة هنا أنه قدرة للطرفين. نعم، هذا على ظاهر قول أبي حنيفة، لكن أنا لي رأي والله أعلم، يعني هذا لم أجده في كتاب، ولكن رأي عندي ويزداد قوة يعني يوما بعد يوم، يعني كلما أتأمل في المسألة يزداد عندي هذا الرأي قوة. إنه أصلا أبو حنيفة لما قال قدرة تصلح للطرفين يقصد الإرادة، هذا غريب في البداية، يعني تستغربون ربما هذا الرأي، إنه أبو حنيفة قال قدرة للطرفين، كيف أنت فسرتها بالإرادة؟ ولكن في كلام كثير من العلماء القدماء إطلاق القدرة بمعنى يشمل القدرة والإرادة معا، هذا كثير في كلام العلماء قديما. لذلك قلت لكم كلما أرى في يعني كل يوم يزداد الرأي قوة. كيف يزداد قوة؟ يعني أرى في كلام العلماء القدماء هذا الاستعمال، أنهم يستعملون القدرة بمعنى يشمل القدرة والإرادة. نعم، وهذا رأيته في كلام بعض الأشاعرة القدماء، وفي كلام بعض الماتريدية القدماء، ورأيناه كثيرا في الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة، حتى المتأخرين، المتكلمين المتأخرين الذين يفصلون بين القدرة والإرادة، هم يفصلون المتأخرين بين القدرة والإرادة بشكل واضح، لكن لما يناقشوا الفلاسفة إنه هل الله تعالى فاعل مختار أو موجب بالذات، ناقشنا هذه المسألة قليلا فيما سبق، إنه هل الله فاعل مختار أو موجب بالذات، يعني علة ومعلول، بعضهم المتأخرين حتى يطرحون المسألة إنه الله تعالى قادر أو موجب، لكن عكس موجب هو فاعل مختار ليس قادر، لكنهم يطرحون المسألة بأن الله قادر عند المتكلمين أو موجب عند الفلاسفة، يجعلون عكس موجب قادر، لكن عكس موجب إرادة، يعني الإيجاب هو أن يخلق بلا إرادة علة ومعلول، عكسه ماذا؟ ضده المختار إرادة يعني، لكن يطرحون المسألة أن الله قادر عند المتكلمين أو موجب عند الفلاسفة، لا يجعلون ضد موجب هو قادر، إذن هنا قادر يشمل قادر قدرة وإرادة معا، إذن هذا كثير في كلام المتكلمين، نعم، سواء في مناقشاتهم للفلاسفة أو في مناقشات فيما بينهم. لذلك على هذا يكون قول أبي حنيفة هو عين كلام الماتريدية بالضبط، نعم، أو يكون قول الماتريدي هو عين قول أبي حنيفة بالضبط، إنه أبو حنيفة قال القدرة تصلح للضدين، لا يقصد القدرة وإنما يقصد الإرادة تصلح للضدين، فهذا نفس كلام أبي حنيفة، نفس كلام الماتريدي. إن مشينا على ظاهر قول أبي حنيفة كما قلت يبقى إنه أبو حنيفة يقول إرادة تصلح للضدين ويضيف أيضا قدرة تصلح للضدين، ولكن لسنا بحاجة لهذا. نعم، يعني هذا مروي عن أبي حنيفة في كثير من الكتب رواية ليس في كتبه. نعم، ونحن نعلم العلماء القدماء مثل يعني عصر أبي حنيفة الروايات المنقولة عنهم أقوى في ثبوتها من الكتب المنسوبة إليه. نعم، يعني أعطيك رواية عن أبي حنيفة فلان عن فلان، هذا أقوى من أن أقول لك في الفقه الأكبر أو في الوصية أو في كذا، لأنه تلك الكتب أصلا في نسبتها لأبي حنيفة نقاش، وربما يعني الرأي المختار أن نقول تثبت كمحتوى لكن لا تثبت كتأليف بقلمه. نعم، محتواها منسوب لأبي حنيفة. نعم، طيب، يقول أفعال العباد، يقول أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة الله تعالى لا خالق لها سواه، وهو مذهب الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم أجمعين. وقالت المعتزلة هم العباد موجدون لأفعالهم الاختيارية. لاحظ عند أهل السنة أفعال العباد كلها سواء اختيارية أو غير اختيارية، نحن عندنا أفعال اختيارية يعني نفعلها باختيارنا، عندنا أفعال اضطرارية
يعني نفعلها جبرا عنا، مثل حركة النفس، نبض القلب، رمشة العين، ارتعاش من الخوف أو من البرد، هذه حركات اضطرارية. أفعال العباد كلها عند أهل السنة سواء الاختيارية أو الاضطرارية مخلوقة من الله تعالى. قال المعتزلة: هم العباد موجدون لأفعالهم الاختيارية فقط، الاختيارية. يعني المعتزلة يوافقون أنه ما كان من أفعال العباد أفعالا اضطرارية هذا مخلوق من الله، مثل رمشة العين، ارتعاش، نبض القلب، النفس، هذا نعم عند المعتزلة أيضا، عندنا وعند المعتزلة جميعا هذا مخلوق من الله تعالى. لكن الخلاف في الأفعال الاختيارية، الأفعال التي نفعلها باختيارنا ونحن مكلفون بها. أنا لست مكلف القلب كم مرة ينبض أو تتنفس كم مرة في الدقيقة، لست مكلف في هذا، ولكنك مكلف تصلي أو لا تصلي، تصوم أو لا تصوم. هذه الأفعال الاختيارية التكليفية عند المعتزلة نحن نوجدها، نحن نخلقها، عند أهل السنة لا، وسنأتي للأدلة بعد قليل. لكن لاحظ، قال المعتزلة هم موجدون. المعتزلة أول ما بدأ الخلاف في المسألة قالوا العبد يوجد أفعاله، وما قالوا العبد يخلق، وإن كان المعنى واحد، يعني ما الفرق بين الخلق أو الإيجاد؟ لا فرق، إيجاد الشيء إخراجه من العدم إلى الوجود وهو الخلق، ولكن كلفظ يعني تأدبا أو يعني هروبا من شناعة اللفظ إنه الله خالق وأنا خالق، اللفظ قبيح فيه شناعة، فلذلك تأدبا من جهة، وأيضا فرارا من يعني شناعة اللفظ وقباحته ما قالوا العبد خالق، قالوا العبد يوجد أفعاله. طيب العبد كيف يوجد هذه الأفعال؟ يحتاج قدرة خلق. نعم قالوا الله يعطي هذه القدرة، قالوا الله يعطي العبد قدرة ويقول له أنا أعطيتك قدرة تستطيع تخلق بها ما تشاء من الأفعال، فالعبد الآن يخلق هو ما يشاء، هو العبد، الله يعطي العبد قدرة، يستطيع العبد يخلق طاعات، يخلق معاصي، يخلق خير، يخلق شر، يخلق ما يشاء. هذا رأي المعتزلة، الله أعطانا قدرة، بهذه القدرة نحن نخلق. إذن هل عند المعتزلة العبد خالق مستقل مع الله؟ لا، في النهاية هو خالق يستمد القدرة من الله، لذلك ما كان شركا، وإلا كان شركا لو قالوا العبد يخلق بقدرته المستقلة، هذا الشرك صار في العالم أكثر من خالق، كل واحد مستقل عن الآخر، هذا الشرك. لكن لذلك لا نكفر المعتزلة. فإذا قالوا موجدون، ما قالوا خالق، ثم يقولون أن هذا الموجد أو الخالق يستمد القدرة من الله. بقي المعتزلة هكذا حتى جاء أبو علي الجبائي شيخ الأشعر قبل يعني رجوعه إلى أهل السنة في 300 هجري تقريبا، يعني عاش الجبائي. الجبائي وجد أنه لا فرق بين موجد وخالق، وفعلا هو لا فرق، فقط مسألة كما قلت اللفظ يعني الصادم، ونحن نعرف أحيانا يكون هناك لفظ صادم للمجتمع فلا أحد يتجرأ أن يقوله، لكن بعد مدة من الزمن الناس تتعود على الفكرة، فيصبح ماذا بقي؟ أن نصرح باللفظ، نصرح باللفظ. فهذا ما فعله أبو علي الجبائي، يعني ليس ما قصد أن يفعله، لكن بحسب التطور الزمان، يعني ما الفرق فعلا؟ الناس تعودت أننا نحن نقول العبد يوجد، العبد يخرج من العدم إلى الوجود، بقي أن نصرح باللفظ، الفكرة صارت مقبولة في البيئة المعتزلية. فأبو علي الجبائي صرح بذلك وقال العبد خالق لأفعاله، والمعتزلة بعد الجبائي صاروا يصرحون بلفظ الخالق. نعم، هذا لا إشكال فيه أنه نستعمل كلمة خالق في حق العبد، لكن بمعنى مختلف عن الخلق في حق الله،
كما نستعمل مثلا الله سميع أنا سميع، الله قادر أنا قادر، لكن المعنى مختلف، هذا لا إشكال فيه، ونحن أهل السنة نستعمل هذا، أن العبد يخلق بمعنى يغير من صورة إلى صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين. سيدنا عيسى قال الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، هذا لا إشكال فيه، ليس خلافنا، خلافنا هل العبد خالق بنفس المعنى الموجود عند الله، يعني يخرج الشيء من العدم إلى الوجود، سواء سميت هذا خلق أو سميته إيجاد أو سميه ما تشاء، هذا المعنى الذي هو إخراج الأشياء من العدم إلى الوجود، هل العبد يمكن يفعله؟ عندنا لا، عند المعتزلة نعم يفعله العبد في أفعاله الاختيارية فقط، يخرجها من العدم إلى الوجود، يعني أنا أحرك رأسي هكذا أو هكذا، هذا باختياري، إذا عند المعتزلة هذه الحركة أنا أخرجتها من العدم إلى الوجود، هذه الحركة ما كانت في العالم الآن موجودة، من أخرجها؟ أنا عند المعتزلة، سمينا هذا إيجاد أو سمينا خلق، هذا ليس مهم. نعم. طيب، يقول وقالت الجبرية لا اختيار ولا فعل للعبد أصلا ولا قدرة لهم على أفعالهم كحركات المرتعش والعروق النابضة. الجبرية قالوا أصلا العبد ليس له فعل، ليس له قدرة، ليس له اختيار، ليس له إرادة، فنفوا عن العبد القدرة والإرادة والفعل أيضا، قالوا كل أفعال العبد مثل الأفعال الاضطرارية، مثل حركات المرتعش، يعني كيف أنت لما ترتعش؟ يقولون أيضا أنت تمشي، تتكلم، تحرك يدك، تسلم على فلان، تعطي فلان، هذه الحركات قالوا لا فرق بينها وبين حركة القلب مثلا، نعم، لكن نحن في نفوسنا نجد فرق بين نبض القلب أو حركة المرتعش وبين أنه أمد يدي أسلم عليك أو أحرك رأسي أنظر إلى فلان، نجد فرق في نفوسنا، هم لا يقبلون هذا الفرق الجبرية. يقول وتفرع المذهبان عن أصل، تفرع المذهبان كلا المذهبين المعتزلة والجبرية، المعتزلة نسمي قدرية والجبرية، هما متناقضان تماما صح؟ المعتزلة ماذا يقولون؟ العبد هو الفاعل وهو الذي يختار وهو يخلق الفعل بقدرته، يعني العبد له إرادة وله قدرة وله فعل، له هو يفعل هذا، يثبتون العبد إرادة قدرة اختيار، الجبرية لا قدرة لا إرادة لا فعل، العكس تماما، نحن أهل السنة نقول العبد له قدرة وإرادة لكن الفعل مخلوق من الله، يعني نتوسط نقول نعم لنا قدرة وإرادة ولكن الفعل مخلوق من الله، فنوافق المعتزلة نسبيا والجبرية نسبيا، لكن لاحظ الجبرية والقدرية، الجبرية والمعتزلة المتناقضان تماما، يقول المؤلف تفرع المذهبان عن أصل واحد وهو أن دخول مقدور تحت قدرتين محال، فعل العبد هذا شيء موجود في العالم، فعل العبد شيء وجودي يقع في العالم، كما قلت مثلا يدي ساكنة الآن يدي تتحرك، هذه الحركة شيء موجود حقيقي في العالم أم لا؟ نعم موجود، يقع بقدرة من؟ الآن عندنا قادران، الله تعالى قادر، العبد قادر، المعتزلة قالوا لا يصح أن يكون هناك مقدور واحد تحت قدرتين، وهذه قاعدة في علم الكلام الكل يقبلها أصلا سنشرح بعد قليل، فقال المعتزلة لا يمكن يكون نفس المقدور يعني نفس الأثر لمؤثرين، فكيف يكون مقدور واحد تحت قدرتين، قدرة الله وقدرة العبد؟ قالوا لابد نختار إحدى القدرتين، فمن نختار؟ هل نختار قدرة الله؟ المعتزلة يقولون يلزم الجبر، إذن قالوا نرجح قدرة العبد، فنقول الفعل يقع بقدرة الإنسان، الإنسان يخلق فعله بقدرته، الجبرية نفس التفكير،
قالوا كيف يكون مقدور واحد نفس الأثر تحت قدرتين، تحت مؤثرين؟ لا يمكن. نرجح قدرة العبد أو قدرة الله؟ قال الجبرية نرجح قدرة الله طبعا، قدرة العبد لا يمكن تكون أرجح من قدرة الله، فقالوا إنسان مجبور. أهل السنة قالوا نقبل أن يكون هناك قدرتان على مقدور واحد، فنقول فعل الإنسان يقع بقدرة الله ويقع أيضا بقدرة الإنسان، لا نبطل لا هذه القدرة ولا تلك القدرة. لكن هنا الصعوبة، لأن القاعدة الكلامية تقول لا يجوز أن يكون هناك مؤثران على أثر واحد، هنا الإشكال. كيف لا يجوز أن يكون هناك مؤثران على أثر واحد؟ مثلا هناك هذا الجسم مثلا وزنه 10 كيلو، فيدي هنا تحمل 10 فهي المؤثرة في حمل 10، ثم أنا أضع يدي وأقول هذه اليد تحمل 10 هي المؤثرة في حمل 10، فالآن 10 كمقدور واحد لا أريد تقسيمه نصف نصف 5 5، لو قسمته 5 كيلو 5 كيلو هذا سيكون أثران. 10 كمقدور واحد لا نقسمها، هل يمكن تكون تحت قدرة هذه اليد وتحت قدرة هذه اليد كلاهما؟ لا يمكن، إما هذه اليد تحمل 10 أو هذه تحمل 10. طب أنا أحمل هكذا الآن، أنا أحمل إذن 5 5 أو 6 4، هذا نعم ممكن، ولكن هذا مقدوران، أنا أتكلم عن مقدور واحد. فالآن فعل العبد كشيء موجود واحد، نعم، من المؤثر في قدرة العبد أو قدرة الله؟ لابد نختار واحد حسب القاعدة. فالمعتزلة اختاروا قدرة العبد، والجبرية اختاروا قدرة الله، أهل السنة اختاروا القدرتين، ولكن هذا إشكال عقلي كما شرحت. فقالوا نعم ولكن من جهتين مختلفتين. حل المشكلة هنا أنه يجوز أن يكون هناك مؤثران على نفس الأثر، عقلا لا يجوز، لكن يجوز حتى عقلا من جهتين مختلفتين ليس من نفس الجهة. دائما اختلاف الجهة يرفع التناقضات والاستحالات العقلية، أو ليس دائما، يعني قد يرفع حسب المسألة حتى أكون أكثر دقة. مثلا هذا الهاتف أنا أحمله بيدي، الهاتف تماما تحت قدرة يدي، صحيح؟ طيب يدي فيها مشكلة، قد تسقط الهاتف منها في أي لحظة، فأنا أضع يد أخرى هنا بحيث إذا سقط الهاتف يسقط على هذا، فالهاتف كاملا تحت قدرة يدي اليمنى قدرة حمل، وتحت قدرة يدي اليسرى قدرة حماية أو حفظ. أنا أضرب مثال، لو طفل صغير أخذ شيء ثمين جدا في البيت، شيء مهم جدا وسهل الانكسار، طفل عمره 2 سنين أخذه وصار يركض فيه، ماذا نفعل نحن عادة الأب والأم؟ يضعون أيديهم هكذا ويمشون تحته، صحيح؟ بحيث إذا سقط من يده نمسكه، فنقول هذا الكأس مثلا، كأس من الزجاج، هذا الكأس من الزجاج هو تحت قدرة الطفل، فقط تحت قدرة الطفل حملا، وزن الكأس كاملا بقدرة يد الطفل. هل أنا أحمل حتى لو 0.001 غرام؟ لا أحمل شيء، لكن الطفل غير قادر على حفظه، أنا قادر على حفظه، أضع يدي تحته، فهو تحت قدرتي، هذا الكأس تحت قدرتي حفظا. إذن هنا يجوز أن يكون أثر واحد تحت مؤثرين، ولكن مؤثرين من جهتين ليس من نفس الجهة، حملا حفظا. كذلك قدرة العبد وقدرة الإنسان، فعل الإنسان مقدور واحد لا نقسمه، كل الفعل الإنسان، الفعل الإنسان كاملا تحت قدرة الله، فقط قدرة الله خلقا، وتحت قدرة الإنسان كسبا. نعم، ما هو الكسب؟ نفس الذي قلنا قبل قليل، هو صرف الإرادة إلى أحد الطرفين. نعم، فصرف الإرادة لهذا الطرف أو لهذا الطرف، هذا يجعل الفعل تحت قدرتي من هذه الجهة، من جهة الكسب، من جهة الاختيار، ولكنه تحت قدرة الله كاملا من جهة الوجود، يعني من يخلقه، من يخرجه إلى العالم، الله. نعم،
نعم، فقالت الجبرية لا قدرة للعبد، وقالت المعتزلة قدرة العبد ثابتة كما شرحت لكم. في الدرس القادم نتابع من الأدلة، ولنا قوله تعالى الأدلة أنه لماذا أهل السنة نفوا عن العبد الخلق تماما. نعم نعم، ونتابع مسألة أفعال العباد في الدرس القادم كاملة حتى ننتهي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.